It's very scary يعني I first time I listen الرصاص. شو اسمه 18 تنو جريح و80 ميت. أنا دائما بحلم بوحوش وبدوامة سوداء، بس أحلى حلم حلمته هو كنت بطل خارق عم ساعد العالم. بتمنى إنه ما عاد أحلم هدول الوحوش والدوامة. فهنا كان نزل الصاروخ وتصابت. طبعا صحيت بمكان ما بعرف فيه حدا، يعني ضليت شي 3 أسابيع بمكان كمان ما بعرف فيه أي حدا ولا أي شخص. حتى إجا خالي حتى ساعدني. من 3 سنين راح أبيع سوق الهون، عم يجيب رزق، قام نزلت قذيفة تأذى وما حسيت إنه هيك أنا كبرت وصرت أنا أصرف على العيلة وما في معين غيري. أنا بحبه كتير. لأنه خرب لنا كل بيوتنا، كنت ألعب مع رفقاتي على السطوح بيت الجيران، تجي الطيارة تزت برميل نتخبى بالأبو، كن أهلنا يدوروا علينا. صارت يعني كنا هيك قبل الأحداث هيك نلعب نتسلى، بآخر شي بس صارت الأحداث يعني صرنا هيك نخاف من صوت القذائف نخاف من صوت القذائف شو اسمه انفجارات صرنا نخاف، ما عادش يعني نسترجي إنه نطلع نلعب برا كثير. وهاي خربتنا بيوتنا. خربتنا حياتنا، كنا كلهم كلهم نروح البحر جدي ياخذنا. من زمان كانوا اهلي يجيبوا لي العاب، بس هلا ما حدا جاب لي، صار لي سنتين وما حدا جاب لي. هن شغلتين وشغله، انه يرجع ابي وارجع على المدرسه. حبي تغير كل شيء يرجع مثل ما كان، النظام مثل ما خربون لازم يرجع البيوت مثل ما كانوا. خسرت من طريق هاي الحرب 5 أولاد خالتي وعيلتي، يعني أمي وأخواتي الله يرحمهم، وخسرت عمي كمان. خسرنا كتير عالم يعني، والأهم من هيك إنه خسرنا بلدنا.